صباح الخير. يا ريال العيون وارمة. يا الله. صباح الورد والياسمين والعيون وارمة. ايوه. نوتوا. الله بصفعك استنى. صباح الورد والياسمين والعنبر. أخباركم طيبين، أسعد الله صباحكم بكل خير. يا مرحبا، إن شاء الله نترجى الأمطار جاي منفخض جاي. صدقوا ما تعدل النوم أبدا، يحتاج 5 أيام دراسة. وين دراسة؟ بريطانية ما أعرف، دراسة حد من دكاترة يقول عشان من بعد رمضان عشان يتعدل نومك يحتاج لك 5 أيام. شوية عندي شغيلة، بروح أخلص كمين شغلة وبعدها نكمل معكم إن شاء الله. أمس لابسنا هذه، بعد اليوم بتلبسها يا حي. مشكلة يوم تشتري ملون، الحين تشداش نظيفة ما فيها شيء. يقول يا حي ما بتسبح من أمس، إيش دخلت دشداشة؟ هذه المشكلة يوم تلبس دشداشة ملونة كلهم يركزوا يا مرحبا حياكم. خلصت الإجازة، بكرة دوام. أيوه يا أخي، استحي يا اخي والله ما اعرف ايش ارد. شكرا سلمان. بوبي حد اول مره حد يرد علي بالانجليزي. ما شاء الله يو ار لوكينج سو جورجيوس مان. ايش يعني جورجيوس مان؟ ما نعرفنا رجل. ما شاء الله يو ار لوكينج. اوكي عرفنا سو جورجينا، هذا زوجة رونالدو حيد جورجينا. جورجيوس ما اعرف والله، سمحين الشمجة وحدة ما عرفت ايش كاتبه. اوكي يس. ايام ثانك يو فور يو، يعني جورجينا وايش. يس اي ميت يو فور يو نيو. شباب بخصوص المنخفض اللي جاي على حسب الأرصاد الجوية، يعني يتوقع إن شاء الله ابتداء من يوم الأحد على شمال السلطنة، الأحد والاثنين والثلاثاء، وبعدها راح ينزلوا بيان إن شاء الله موضوع الأربعاء والخميس والجمعة. أرجوكم حافظوا على نفسكم، أنصح نفسي وغيري، حافظوا على نفسكم. والله بأمانة نتمنى أن يمر علينا هذا المنخفض مرور الكرام بدون أي أضرار. نتمنى بس الخير من هذا المنخفض، عسى دوم يا رب هذا الخير علينا. كذلك أسأل الله أن يجعل هذا المنخفض خير وبركة، وأن يعمع اسمه ما السماء يعني ما طاعت تجي أيثم و تورط الأسد. أحذف السنابة ولا ما تورطت يا أخي؟ ما طاعت تجي الكلمات. سأل الله الآن يجعل لنا أمطار خيرا وبركة، وأن يعم بنفعها البلاد والعباد. أيوه أنسى مرات أنسى. يا نفرح يوم يجي منخفض بس نفس الوقت نتضايق يا أخي، يوم نسمع حالات الغرام اللي ينزل وادي. والله هالشي اللي يزعجني بأمانة.
افرح يوم يجيني مسج. دوكم شباب، ما تلاحظوا اني ضعفت يا اخي؟ انا احس نفسي اني ضعفت. اول كان وجهي يعود، الحين شويه اول كان وجهي دائري من هني كامل بسبب هذا المنتج، بس بعدني ما بعدني يعني قلت انا بجرب شهر وببدا اروج عنه، بس بعدني قلت باخذ لي شهرين شويه عشان اشوف النتيجه كامل. لا والله وجهي يعود اول. هذا رد الانجليزيه، اسمحوا لي انا ما اعرف اترجم يا اخي. والله زين يا، بعد الانجليزي يقول اني انا كشخه، هذا انجاز بالنسبه لي. الحين ايش ارد عليها؟ مستي يو يو وايش؟